نشوف صيد الكاميرا الجزء الأول لهذا اليوم. وأنا أشكر جميع الأصدقاء، جميع المشاركين ويانا بهذه المقاطع اللي دا يرسلوها، وأكيد راح نعلق على هذه المقاطع ويانا. والله مشكلة هسه الناشد يعني تانينا ليه ما تندعم وياخذ دية، ناشد القوات الأمنية يركضون على المقرود ينعلون وان، يعني هسه على القناة هذا اللعب الله عليك، هسه هذا ذا الدعمة مو أهله وناس يدورون دية. يلا استلم هاي اليوم 22/11/2022. عميد عمار تحياتنا لك. هذا المواطن جينا نمشي على جسر الجادرية وشفنا هاي العلامة من داره، فأخذ عهد على نفسه اللي يسويها. بارك الله بك، نتمنى الاهتمام بهيك. هذا أبو البلدية، شوف هاي الوضعية التعبانة، لا رقم لا دنيا والنفايات، هاي الوضعية تعبانة. يعني هسه هذا همين نقول كونكريت ويخاف يخرب الكونكريت مالته، هذا بام يعني عادي حتى اذا تاخر. هذا جرها من جامع النداء، هسه احنا بالنهضة على اليسرى باقصى سرعة، ما بقى ولا حصوايا مشوا مرة على السيارات. زين هاي يعني الى متى هاي الوضعية هاي؟ السلام عليكم لواء عمار المحترم. هاي صار لنا تقريبا 25 دقيقة من تقاطع المصافي باتجاه الدورة، مزدحم من وراء جامعة دجلة وجامعة الفارابي، ازدحام كلش قوي، وهاي مشكلة نتمنى انه تنحل. يعني وضعية يرثى لها في منطقة الدورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي التاكسي اشتغل بيها داخل كركو، طولي وصل 50,000 على مود شنو بعقلكم؟ على مود هذا العلم العراقي، شوفونه هذا علم عراقي، شوفونه لازق فوق التنتة، سوي تنتة يعني لازق فوق. زين هذا العلم العراقي قصوري وصل على موده علم عراقي، اشتغل تكسى باب الله قصدنا وصل بخمسين ألف. شوف هذا وصل 50,000 هاي، شوف فوق اصبعي 50,000 قصدنا وصل. يقول لي انت حاط مشتقات غير اخلاقية، هذا اسم الله اكبر، هاي غير اخلاقية وفوق التنتة فوق القمارة قصدنا وصل. يا اطلع ال 25/30 هم يقصون وصل ب 50,000 مور كركوك. واقفين بالازدحام بعد سيارة شلون تجي منها عكس السير حتى توصل الى الاستدارة البعيدة وتدخل قدام هاي الناس كلها اللي واقفة. هذا جسر البنوك، هاي المأساة اليومية اللي ما راح نخلص من اتها، اما يجون بعض الاحيان الشرطة او مرور يوقفون يعني يمنعونهم، او ماكو نبقى بهذا الشيء، نبقى احنا بالازدحام وهذا راح يبقى السيره منه. والمشكله مو الازدحام راح يصير فقط بهذا السير، الازدحام راح يصير بالسير المعاكس، لان راح يشوف شلون يقطعون الطريق. اخوان يا ريت المخرج يعيد لنا مقطع مقطع، بس انا راح اعلق بسرعه بالنسبه للدراجات، الشباب الدراجات وحقه من يحكي من يقول هم يجون، مع احترامي طبعا لكثير من العشار اللي هم يراعون الحق، لكن اكو بعض العشائر مع الاسف الاعراف العشائريه مش يسمو سنين بكيفهم ويشرعون بكيفهم. يعني هذا من ينصدم ويتوفى على شارع القناه يجون يقعدون بالسياره فصل، زين منهم مقصر؟ مو هو المقصر. بعض الناس يقولون دائما بالقانون، وهذا خطا، هذا اعتقاد خاطئ يا اخواني. بعض الناس شو يقولون الدراجه، ابو الدراجه ان كان هو مقصر ما مقصر بالقانون يقصر سائق المركب. ماكو مثل هذا الكلام، سائق الدراجة نفس الحقوق اللي لكم إله. طيب هذا اللي دا يمشي شنو؟ هذا دا يمشي أخواني. خلينا نجوز، خلينا نشوف اللقطة الثانية أنا وياكم. هذه العلامة طبعا أنا أبارك بالمواطن الأخ المواطن، بس عندي تنبيه أخواني أمانة بغداد، هذه العلامة غلط ترى. هسا أنا ما حكيت هذا المواطن، هو جاي بس هو ما يدري طبعا. هاي على جسر الجادرية، جسر الجادرية قبل القوانين قبل السرعة
من منطقة أعلى يعني من السيدية لحد جامعة بغداد يعتبر شبه سريع، يعني ما بيمس مدخل ومخرج من القادسية، فالسرعة محددة ب 80 كيلومتر بالساعة، وهذه العلامة، هذه العلامة الدائرة الزرقاء 80، الدائرة الزرقاء هذه إجبارية إلزامية، أقل سرعة 80 كيلومتر، أقل سرعة أخواني هاي المانعة، ممنوع تجاوز 80 كيلومتر، لازم تكون الدائرة الحمراء وبها رقم 80، فهذه العلامة خطأ طبعا الله يبارك، لأنه هم الأخوان بعض هاي طبعا قديمة موضوع قبل سنوات، المفروض بس هم في بعض الأحيان وانتقدناها سابقا مكتوب أقصى سرعة، أخواني هذه أدنى سرعة وليس أقصى سرعة. زين طبعا الله يبارك بالمواطن. نشوف اللقطة الثالثة، المخرج ركز على هذا الحبل طبعا اللي من السيارة، إذا السيارة داست على هذا الحبل إيش راح يسوي؟ راح يوقع النفايات كلها بالشارع. أبو الكيل يدوس يا معود. ها نجي للخباطة، طبعا علامات موجودة على جسر الدورة لحد الآن، المركبات الكبيرة ممنوع تأخذ المساء الجانب الأيسر من الطريق، وهذا شوفوا ديمش طبعا مو بس هو، حتى نكون صادقين وياكم مو بس هو، الكثير الكثير. اللقطات اللي بعدها نشوفها لقطات جسر البنوق عكس الاتجاه، والله أنا أفضل يعني هاي يومية، إذا مدة أسبوع يومية دورية، هم من هالمنطقة ديمشي عكس الاتجاه دورية، الزخم موجود عكس الاتجاه، يمكن يكملها بالغرامات كاملة. هذا شوفوا هنا أنا، هاي هنا أنا جسر البنوق ديمشي عكس الاتجاه. أما بالنسبة للمواطن اللي من محافظة كركوك، أخي العزيز أنت تكلمت، حدث العاقل بما لا يصدق، فإن صدقك فلا عقل له، قد تكون أنت صادق في كلامك وهذا غلط، تصرف غلط، لكن أنا من خلال كلامك أنت ما أظهرت المركبة من خلفها، لأن أنت بالمركبة من الأمام أيضا عندك لصقات، كاتب كورولا، كاتب F16 وقطعة زرقاء، هل من المعقول أنه ضابط مرور عراقي يغرم على علم العراقي؟ أخي العزيز أترجاك أترجاك، أني لا دا أطعم بيك ولا دا أطعم بالمرور، مرور كركوك يا ريت تحقق من هذه الحالة، أنت ما أظهرت مؤخرة السيارة، أنت مقدمت السيارة بها لواصق وبها فت قطعة أسود مكتوب كورولا مكتوب F16 والكتابات ممنوعة وفق القانون، بخلف المركبة إيش كاتب أنت ما طلعت، فقلت العلم العراقي، قد تكون صادق وقد تكون كلمة حق يراد بها باطل، حتى لا يقولون أنت تطيب عمي جائز أنت حق، فمرور كركوك يا ريت راجعهم خلي يتحققوا من هذا الامر. هسه تقول راح اراجع يغرموا عمي، ما يغرموك، اذا غرموك اشتكي منه مرتله، مثل ما عرضنا هذا الفيديو نعرضه مرتله، هذه امانه الثقه يجب ان تكون متواجده، لكن انا اكد ليش ما طلعت مؤخره المركبه، اذا انت مقدمه المركبه هذه ان شاء الله مؤخره المركبه شلون ما داري دطعنا، جاهز تكون صادق وجاهز يكون كلامك، هم غرموك مو على العلم، على اللواصق اللي بالسيارة أو الكتابات خلف المركبة وانت قيت على العلم، هذا علم العراقي يشرفنا ويشرف أكبر عراقي بينا. لقطات كملة تعتقد اللقطات هذه؟